جهاد ده عندك. هذا شوط شفته؟ الله يرحم اللاعبين في يلعبوا ضدي. قال عندي بس طلقة شوت جان. شيت تعال اجيبك اياها شباب. في واحد عندي حاصرني حيل. وين والله اوكي جبته اخر رصاصة. يضرب عليهم البوت بالدباب اللي اجي اجي ما قاعد اشوف شخص طبيعي هون بواحد. هياته هذا الكمبار مات. يوش دبابة لسه ما طاح. لا طاحت. سلكت لك اياه سلكت لك اياه يا ورا السيارة ورا السيارة يا شباب. تفجر الدبابة. طول كثير والله طول. يلا يلا تدمج اللعنة. 120 اجد الدباب الثاني انفجرت انفجرت ها. بس في واحد ثاني يا ورا الصخر بالجد. صوت شو الصوت هذاك وين شاتيكي نقص دمه حيل. هذا وين يهرب انتبهوا معاهم سنايبر مثل ما قلت ينطيكم 120 ها. وهذا هنا والله مشكلة انه اجينا هون واحد خسرني بالصون. تعال تعال عندك بي بعد؟ عندي ناس أقول بقول الكلب. أنا فرنش لك يا لحظة لبش سيبه بواحد دخل هاي الدبابة. خرب خرب انه فرجع ارجع شوية ارجع
حيطيحوك. اون بي سكواد كامل ها. عندي سكواد كامل. شلتو؟ شلت واحد. هون هون. عم بهيلو. لا يا حظي طيحني طيحني شيت منين يجوا هادو شباب في مات كلهم عندي شيت شو السنايبر اللي عنده هذا ضربه واحد يضربني بيها الشوت جان هاي كيف هسه مثلا هذا ما عم بلاحظك اللاعب الاصلي كان بيجي عليك وبتروح عني في واحد هون يا شباب وين عندي فوق انا عندك ما اخذ الهيت في واحد فوق ثاني بس ها عندي اثنين واحد نوك صاحبه نوك بس الثالث نوك في ناس هون في ناس هون وين اعطيتك انفو ها يجري يجري ما شاء الله عليه اوكي انا حروح عليه ما ضربته بس عشارة بيضة هاي والله قاعد يضربني بضرب وينه وضرب على صاحبه وبتيجي من جنبي هذاك هذاك بس هذاك لاعب هذاك لاعب ها عند الاشارة بلا الله حرام نوك صعبة صعبة هذا هذا لاعب ثاني لاعب ثاني يا شباب شو اللي صار مشكلة وان شوت كفو بنو ما دمجنا ولا رصاص اتوقع انه هذه احسن هذا ارتداد الأسلحة قوي كثير ابو جيك صح؟ ليه والله يلا شباب ودعوا جلاد كل مدفاته 17 إلى 18 قتل